Tek jeg har det hospitalen, du tabi be. Det var hesil mon. Yani mi ne değil mi? Ben önce alı varsa anasını ya. Yani madem gitti. De kudu muayene de asa asaba. Tümine de sağ. Ve kşofi le hatlim mi fulus. هلا بشوفكم من الهوبيتال شاو اختو وصلنا على الهوبيتال حتقول الماسك طول الماسك انا ممنوع نفوت برا ماسك شفتو ماني كتير سكسي فلكس اليوم يعني المطار لا انا مطلع عليه لان عم بقول اخذهم هاي يكون مستشفى صحي مثل المطار ليكو مثل المطار المستشفى ميرسي وهاي فين عم بطهر وين عم بجي اه واو في قهوه ودخان وهيك ورا الحكيمه ما عم بلا ما نروح عند حتى بنقعد ناخد قهوة خلص الغدا هلا بتصح فوتت بناية ونطلع من بناية وما في حدا قالوا لنا طلعوا هلا بالاسانسور بطلعنا لوحدة لا مو بطلع لوحدة بهالش ليكو مو بطلع بهالش لوحدة انا كلاستروفوب بطلع معه وين ما في درج اصلا؟ مالي بلا درج مطلع بهيدا مطلع بهيدا شو بيأثر؟ شو حيصير لنا ما حنموت؟ شو هاد؟ وصل زي خو بس ليه ما عم بيفتح؟ عم تفتح يلا مامي جديد جديد الاسانسير يا طابع اول يلا تكلا الله ولا الله طلعنا من الاسانسير حسابي وين قاعدة بقسم البيت بحس حالي ببي مخاف من الأقوى حبيت أخذ كرسي بيهم في حد هون ايه صنطان يعني مش أقول هون خلكم بخلص كخونة ولا هيدا من مجدرة القروض عم نحطها مش عارف اذا ما عندي شعرات وما عندي وقت هي لقحته من وجه عند حكينا ما بعرف اذا بقدر اسوي ان شاء الله تكون مهبوطة سكتوا مش من زلمة بجزء الغدة شو عرفني فكرت فوت ايد على زلمة شو عرفني يا حمامي نورتني زهقتو ما في حدا جد بس شوي لأن شكلي اليوم مش ظابطة اجا دوري اجا دوري معي خلصنا خير سليمة وصفت لي دواء قالت لي هلا بخسر قالت لي ايه اوكي اوكي هلا باخذ الاسترخصو من امي لانه انا قاعدة عندها صراحة طبيت هيك صرت وليكو هيدا المستشفى حلوة ال اي يو اسمها ميديكال سنتر تعالوا زوروها كتير حلوة سياحة
عن جد بتشهد السياحة بالبلد أنا ببلد لبنان سياحة بالمستشفى. أنا اليوم أخذتكم معي هلا فيت على الإبيسري بدي أشوف دخان. مرحبا كيفا؟ أوفا بقيتهم دخاناتي ضلك يرجع البيت ميرسي يلا شوفكم هلكة شاكوك وحياة الله هلكة مستشفى بدو لمستشفى يعني عرفتو لما يو قلبي بعيد يلا احتى عم بقلبكم شو حشرين كمان بدكم تعرفوا وين بروح وين بجي.